مشاهدينا الكرام مساء الخير اهلا وسهلا ومرحبا بكم في نشرتنا الجويه لليوم الاثنين 29 اوت 2022 ولمثل اخر ايام فصل الصيف استنادا للتقويم الفلاحي انما بدايه نشرتنا تكون من خلال كميه الامطار مسجلة خلال ال 24 ساعه الفارطه في عدد من معتمديات الوسط البارحه الامطار كانت في مستوى المليمتر الوحيد بمدينه القاسرين بميناء ومطار المنستير تم تسجيل ثلاثة مليمترات بالهوارب من ولايه القيروان وبسيدي وزيد كميه الامطار تراوحت من بين مليمترين الى 8 مليمترات البارح ايضا نشاط رياح في عدد من المعتمديات الوسط والجنوب واللي في شكل هبات تجاوزت سرعتها مؤقتا مستوى 50 كم في الساعه وصلت الى 68 بالقصرين. جديد في طقس اليوم هو ارتفاع مسجل في درجات الحراره باعتبار انه الارقام ظهرا كانت من بين 37 ل 41 درجه وصلت الى 43 في اقصى جنوب مهبوب برياح شيلي وكانت بتاثيرات اقل نسبيا بالنسبه للولايات الساحليه وين كانت الارقام ظهرا من بين 30 الى 35 درجه وميزة زال طقس اليوم نشوفهم كالعاده من خلال تسلسل لسوى القمر القمر الاصطناعي وكما تلاحظوا كنا معنيين بظهور سحب قليله على كامل البلاد واللي تكثفت تدريجيا بعد الظهر في عدد من المعتمدات الغربيه للوسط والجنوب رفقتها بعض الامطار الليله باش تكونوا معنيين بنشاط محلي للخلايا عادية في عدد من المعتمدات الغربيه للشمال والوسط ببقيه الجهات صح ومرتقب درجه حراره ليلا نتوقع كون تكون من بين 25 ل 29 درجه بالشمال وبالوسط وتكون من بين 29 ل 33 جنوب البلاد وقد تصل الى 35 بالبرمه وببرج الخضر وممكن المؤشر الايجابي مع انطلاقه هذا الاسبوع هو استمرار تدفق تيارات هوائيه ضعيفه تباعا لذلك الانشطه البحريه ممكنه وبحر في اغلبه قليل الاثيره بكافه المجالات البحريه خلال يوم الغد ان شاء الله باش يكونوا معنيين باستقرار نسبي في درجات الحراره والتكونات العاديه تبقى ممكنه في فتره ما بعد الظهر في عدد من الولايات الغربيه كالعاده نقدم لكم قراءه سريعه لدرجات الحراره القصوى المتوقعه بمختلف ولايات بلادنا بتونس الكبرى قد نسجلوا 33 و 28 بقليبيا 32 بنابل 33 ببنزرت و35 بزغوان بمناطق الشمال الغربي نتوقع تزييل 40 في جندوبة 39 في باجة 38 بسليانة و37 درجة بالكيف بتالا نتوقع تزييل 36 بالقيروان درجة حرارة ظهرا تكون في حدود 38 درجة بجهة الساحل بسوسة بالمنستير وبالمهدية درجة حرارة قصوى تكون في مستوى الـ 31 قد نسجل 33 بصفاقس بوزور سيدي بوزيد 38 38 أيضا بالقصرين قفصة 38 ظهرا 40 في توزر بقبلي 39 مع ظهور الشيلي قد نسجل 33 بقابس وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربان توقع تزيل 34 37 بمدينة 36 بتطوين و37 برمدة بالنسبة للملاحة والصيد البحري بسوحنة الشمالية منطقة سيرات وخليج تونس تكون في أغلبها جنوبية شرقية سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تتقوى نسبيا لتكون من بين 15 الى 20 بحر قليل الاضطراب الى مضطرب بالشمال بخليج حمات وبجهه السحر وصولا لمنطقه شابه رياح في اغلبها شماليه غربيه سرعتها دون مستوى 15 عقده والبحر يكون قليل الاضطراب وبخليج جابس رياح من القطاع الشمالي شماليه الى شمالية شرقية سرعتها من 5 الى 15 عقده والبحر يكون هادئ الى قليل الاضطراب بسواحل صفاقس جابس ومدنين كالعاده نقدم لكم فكره حول حاله الطقس ببعض المدن والعواصم العربيه والاوروبيه مؤشرات امطار محليه بنكشوت 27 درجه الدار البيضاء 34 بالجزائر طقس يكون مشمس في طرابلس مع حراره ظهرا في حدود 32 درجه بالخرطوم نتوقع تزيل 38 كحراره قصوى اجواء تكون مشمسه بالقاهره 37 بالبقاع المقدسه درجة حراره تتوصل في مستوى اوائل الاربعينات 44 بالمدينه المنوره 43 بمكه المكرمه سحب قليله بابو ظبي بمسقط 33 38 بالدوحه اجواء مشمسه مع حراره في مستويات نسبيا مرتفعه بالكويت 41 47 ببغداد 41 بدمشق 31 ببيروت 35 درجه بالقدس الشريف باسطنبول نتوقع ظهور بعض سحب والحراره ظهرا في موسكو 31 وباوروبا بروما قد نسجل 33 27 بفيينا تقصي ممطر ببرلين بعض سحب بمستردام ببروكسل امطار بجنيف باريس 27 درجه تقصي ممطر في مرسيليا 29 سماء صافيه بمدريد و26 بلشبونه تطور الوضع الجوي خلال الأيام القليله القادمه مازلنا معنيين بمؤشر نشاط الخلايا الرعديه المرفوقه بأمتار بمناطق الوسط محليا بالشمال وبالجنوب تيارات هوائيه في أغلبها مياه القطاع الغربي بالشمال جنوبيه بالوسط وبالجنوب ضعيفه الى لا بحر يكون هادئ الى قليل الاثراب ودرجات حراره القصوى تتواصل من بين 32 الى 37 درجه بالمناطق الساحليه وتكون من بين 37 الى 43 داخل البلاد مع هبوب رياح شيلي خلال يوم الخميس باش نكونوا معنيين بتدفق تيارات هوائيه في أغلبها من القطاع الجنوبي تتواصل ضعيفه الى معتدله سرعتها دون مستوى 30 كم في الساعة بحر يكون هذا إلى قليل الاضطراب أمطار محلية رعدية تبقى ممكنة في عدد من الولايات الغربية وتقريبا درجات الحرارة باش تعرف تراجع طفيف في عدد من المناطق الداخلية مواعيد شروق والغروب بمدينة تونس اليوم الغد شروق الشمس إن شاء الله يكون في الساعة الخامسة و48 دقيقة غروب في الساعة السابعة إلى تسعة دقائق لمزيد من المعلومات والإرشادات نذكركم بطرق الاتصال والتواصل بالمعهد الوطني لرست موقع الويب رقم الصوتي وتنجموا تتفاعلوا معنا ايضا من خلال صفحه الفيسبوك الخاصه بالمعهد اوقات صلاة بمدينه تونس وما جاورها اليوم الغد صلاه الصبح بدايه من الرابعه و17 دقيقه ظهر منتصف النهار و27 دقيقه صلاه العصر في الساعه الرابعه بعد الزوال صلاه المغرب في الساعه السادسه و53 دقيقه وصلاه العشاء باذن الله في الساعه 8 و22 دقيقه هكا نكون وصلنا الخاتمة نشرتنا ختاما شكرا على حسن المتابعه والاهتمام الى اللقاء